احنا طلعنا علشان اسقاط التأسيسيه، وفي نفس الوقت بعد القرارات اللي طلعت من الرئيس مرسي امبارح ملهاش اي معنى، ملهاش اي جدوى في الوقت ده خالص، اللي هي متغلف بس بمطالب ثوريه لكن هي مش قرارات ثوريه خالص. فاحنا طلعنا بعد ما كنا هنطلع عشان نقارن حكومه جنديل فقط، لا احنا دلوقتي بنضرب اسقاط النظام كله اللي هو لازم يسقط بقى خلاص، لان فعلا كده طلع ان هو الرئيس بيلعبنا.